شوبينج صار أحيانا على MTV ضمن برنامجنا شوبينج باي بست سيلر. عم نطلع عليكم يوميا لنعرفكم على أصناف متنوعة ومميزة، وهيك فيكم تصيروا تعملوا شوبينج بطريقة كتير سهلة وواضحة وبأسعار كتير مقبولة. أنتم مرتاحين ما لكم إلا تختاروا وتتصلوا فينا على بست سيلر على 01 44 55 55، وبيوصل الغرض لعندكم وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. إذا في كتير شوب أسرع وأهين طريقة لتبريد، حيلا غرفة إنستافريش من أحدث تكنولوجيا لترتيب وتبريد الجو. هي عبارة عن هالمكنة يلي ما قلنا إلا نعبيها مي بس ونوصلها بالكهرباء وندورها ونتركها تشتغل، وهي كفيلة بتبريد الغرفة يلي نحن قاعدين فيها. إنستافريش مش بس بتبرد الجو، بتنقل هواء الملوث كمان، وأهم شيء إنه فينا ننقلها من غرفة لغرفة وبتمشي على 3 سرعات. إنستافريش ما بتأذي البيئة، وفيكن تحصلوا عليها ب 59 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. ما لكم إلا تتصلوا ببست سيلر على 01 44 55 55. تراستيكين هي عصا للتعكيز كتير متطورة وسعرها بس 39 دولار، مصنوعة بطريقة لتريح الشخص وما تخليه يحس حاله إنه في شي منه قادر يعمله. رح قلكن كيف. أولاً معمولة من حديد وفينا نطولها ونقصرها مثل ما بدنا. بيوصل طولها مينيموم ل 80 سنتيمتر وماكسيموم ل 93 سنتيمتر. ثانياً بيجي فيها دوم تحرك لفوق ولتحت. ثالثاً بكعب العصا في 4 سندات لتوقف، هيك بصير استعمالها أسهل بكتير وما بتعود توقع كل ما فلتت من الإيد، خاصة الأشخاص الكبار بالعمر، لأن على أكيد رح يكون عندهم صعوبة إنه ينخوا ويلموا العصا. اتصلوا ببست سيلر على 01 44 55 55 واحصلوا على تراستيكين بس ب 39 دولار فري ديليفري وين ما كنتوا بلبنان. قدام نتمنى يكون عنا معدة وبطن فلات، بس هيدا من دون شغل كتير وعذاب ونوادي رياضية ورجيم كمان. بس مع فيبراتون ماكس الجديد انحلت هالمشكلة. فيبراتون ماكس كتير قوي وسريع، بيبرم لحد 900 برمة بدقيقة تيعطينا النتيجة اللي بدنا إياها، والنتيجة هي تكسير كل الدهون من المنطقة يلي منحطه عليها وشد العضل وإزالة الترهلات تيصير عنا الجسم يلي عطول منحب يكون عنا إياه. فيبراتون ماكس فينا نستعمله نحن وعم نحضر TV أو نحن وعم نقرا بالتخت أو حتى نحن وعم نسمع موسيقى أو بحيالله محل بالبيت أو بالمكتب. كما فينا نستعمله على منطقة الأرداف كمان لمدة 10 دقائق كل يوم. فيبراتون ماكس فيكن تحصلوا عليه ب 88 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. ما لكم إلا تتصلوا ببست سيلر على 01 44 55 55. قد ايه بنعطي الهم بس بدنا نقطع شيء، بدنا نشيل الكاتينج بورد والسكين المناسب لكل شغله، والتقطيع بياخذ معنا وقت والتنظيف كمان. بس مع كوب اكسبرس انحلت هالمشكله. كوب اكسبرس هو سكين وكاتينج بورد بنفس الوقت، بقص لنا حيالا شغله بدنا اياها بثواني، بقص 10 مرات اسرع من الطريقه التقليديه، بقص الجزر، البصل، الخيار، الذره، بطاطا، جبنه، دجاج واللحمه. كوب اكسبرس مزود بروستور لتسريع عمليه القص، ومزود كمان بقفل لسلامتنا لنضبه من دون ما ياخذ محل. فيكن تحصلوا على الواحد ب 24 دولار، على الاثنين ب 30 دولار. اتصلوا ببست سيلر على 01 44 55 55 وبيوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. مشكلة الشعر الزايد مشكلة بيعاني منها الرجال والسيدات، بس محلولة مع هير ريموفر يلي بتشتغل على الخيط هيك بطريقة كتير سهلة، بتخلصوا من الوبر أو من الشعر الزايد بالوجه، الحواجب والجسم. ما بتسبب جروح ولا حساسية ولا حتى وجع على عكس آلات إزالة الشعر. هير ريموفر بتشتغل على الكهرباء ومزودة بتشارجر ومكوك خيط بداين لمدة طويلة كتير. هير ريموفر سهلة الاستعمال، مش بحاجة لتستعملوا الخيط بإيديكن، بسهولة بتوضعوا مكوك الخيط على هير ريموفر، وهي كفيلة بأنه تقوم بعملية إزالة الشعر بكل سرعة وسهولة. مع هير ريموفر صافيكن توفروا على حالكن وجع عملية إزالة الشعر وحتى الجروح أو الحساسية يلي أغلبية مكانات إزالة الشعر بتسببون. ومش بس هيك، رح توفروا مصاري لأنه بس ب 32 دولار رح تتخلصوا من الشعر أو الوبر بطريقة سريعة أنتوا بالبيت ومن دون ما تزوروا صالة التجميل. اتصلوا ببست سيلر على 01 44 55 55 وبس ب 32 دولار بتوصل لعندكم من دون أي كلفة توصيل إضافية وين ما كنتوا بلبنان.
قدام نتعذب تنلاقي المخدة يلي بتريحنا، واوقات بالسفر منضطر ناخد مخدتنا معنا يلي معودين عليها. مع إربيلو ما بقى نعطل الهم لأنه بتناسب كل الناس، فيها 65 مليون ميكروبي، بس نحط راسنا عليها هي بتتأقلم على الوضعية يلي أخدناها ويلي بتناسبنا وبتحافظ على وضعية جالسة للعمود الفقري من الرقبة لأسفل الظهر. يعني ليلي عندهم وجع ظهر كتير رح يستفيدوا ويرتاحوا بس يستعملوا إربيلو مغلفة بقماش بيتنفس لنومة منعشة وصحية أكتر. وهالمخدة لأنها مش قاسية بتمنع تجاعيد الوجه إنه يطوروا أو يزيدوا، كما أنها بتساعدنا على عدم الشخير لأنه وضعيتنا بتكون سليمة كل الليل. إربيلو فيكن تحصلوا عليها ب 26 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان. ما عليكم إلا تتصلوا ببستلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم من دون أي كلفة توصيل إضافية. شعرنا فريزي وعم بعزمنا تنملسو أو بدنا نعمل براشنج بسرعة لأن إجينا مشوار ضروري ومش قادرين نروح عند الحلاق. هالفرشاية هي الحل. ستريت برو على الكهرباء مصنوعة من أجود أنواع السيراميك، بتحمى كتير بسرعة وفينا نقوي أو نخفف حرارتها مثل ما بدنا، وأكيد فيها LCD سكرين تنحط الحرارة يلي بتناسب نوع شعرنا، وفيها توصل لل 230 درجة. يعني قد ما يكون الشعر صعب تمليسه، هالستريت برو بتقوم بالمهمة وشعرنا بيملس بسرعة. فيكن تحصلوا عليها ب 36 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. اتصلوا ببستلر على 01-44-55-55. هول كانوا الايتمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا ببستلر على 01-44-55-55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايما على MTV. Thank you.